محمد. صباح النور محمد وهنا، صباح الورد والجمال من المنطقة الشرقية ومن الدمام. راح نتكلم عن موضوع جدا مهم هنا، وهو طبعا انت وينك في قبل يا محمد؟ محمد وينك فيه؟ انا موجود في الدمام الان في احد الاسواق المهمة الموجودة في الدمام. تفضل تفضل. نعم، راح نتكلم عن موضوع طرح ايضا كثيرا في صباح السعودية، هو توطين وظائف الاتصالات وقصرها على السعوديين، وهذا المجمع موجود في كثير من المحلات الموجودة اللي تهتم بقطاع الاتصالات وصيانة الجوالات وبيعها والتجارة فيها. هذا القرار يعني اللي صدر قبل مدة وبدأ في 1/6، انتهت المرحلة الأخيرة قبل شهر تقريبا. قلنا اليوم نطلع ونشوف بعد شهر من تطبيق هذا القرار وتوطين الوظائف بنسبة 100% نشوف وش اللي صار في السوق. احنا نلاحظ يعني لاحظنا منذ اللحظة الأولى انه في بعض المحلات ما زالت مغلقة، لكن يعتبر هناك مؤشر جميل جدا وطيب لوجود عدد كبير جدا من الشباب السعودي، وايضا لاحظنا بانه الكثير قاعد يشتغل الان يعني فتح محلات جديدة. خلينا بناخذ يعني صوت الشباب أنفسهم العاملين في هذا المجال، ويعني يمكن يشجع الآخرين أيضا على العمل في هذا المجال. خلينا ندخل أحد المحلات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباح الخير. نور، يا هلا مرحب. كيف حالك؟ طيب. الله يسلمك، الحمد لله. كيف تشوف قرار توطين الوظائف بالنسبة للسعوديين؟ والله بالعكس شيء ممتاز الحمد لله، ومشرف بعد الشباب السعوديين. كيف تشوف دخولك في هذا المجال، مجال الاتصالات؟ والله الحمد لله، هذا يعني شيء مجال مفتح للشباب السعوديين، يعني اللي ما لقى وظيفة يعني إن شاء الله بيحصلها بالمجال ده. هل تشجع الشباب إنه ينضموا إلى هذا المجال؟ أكيد أكيد بقوة. يعني في مدخول؟ والله الحمد لله فيه، الحمد لله. الله يعطيك العافية، تسلم. خلينا بنشوف، أنا شفت أحد الأخوة هناك في زاوية قاعد يجهز إلى أحد المحلات، يقول بيفتتحها بعد أسبوع تقريبا. السلام عليكم، يعطيك العافية، شخبارك؟ طيب الحمد لله تمام. عرفنا باسم. معك موسى الوحيد. نعم فيك. أنا أشوفك محلك الآن قاعد تعمل يعني افتتاح، وقريبا إن شاء الله وتعديلات. حدثنا عن يعني دخولك في هذا المجال. ان شاء الله خلال اسبوع احنا ناويين نفتح ونسوي تعديلات الى المحل، عشان بعد اسبوع ان شاء الله فاتحين. والله بالنسبه الى الخلفيه عن الاتصالات، عندي خلفيه قديمه انا، لان عندنا فروع ثانيه في القطيف وكذا. ويعني احب اشكر الحكومه الصراحه انها ساعدت الموضوع، لان هذا بيخلي الشعب يشتغل ويعتمد على نفسه، سواء في مجال الصيانه او في مجال اي مجال في البيع مثلا، وهذا بينفع الشعب. كيف تشوف انت السوق وحركة الشباب السعودي؟ هل تشوف في حضور كبير وتواجد؟ في حضور كبير وفي تواجد، وانا اشوف هذه المحلات كلها هذه اشتروها السعوديين الان، وبدا حتى الناس اللي في سني الان راحوا يشتروا محلات ويتوفقوا ان شاء الله. هل في مدخول يعني مجزي في هذا المجال؟ في مدخول مجزي في من جميع النواحي. انت قلت لي قبل الهوى، قلت لي ذهب، صحيح؟ ذهب. انا اقول لك كلمه صريحه، هذا المجال مجال واسع وفيه قريشات ذهب. يلا بالتوفيق، والله يعطيك الذهب دائما. يعطيك حبيبي. شكرا. خلينا بنشوف احد الاخوه. السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالك؟ الله الله يعافيك، كيف حالك؟ عرفنا باسمك. ابو احمد الهمامي. نعم فيك. ايش رايك في توطين الوظائف في الاتصالات للسعوديين؟ والله التوظيف طيب، ويبغى له وقت شوية بسيط كذا لما يمسكون السوق وتصلح الأمور إن شاء الله، وإن شاء الله كل شيء ماشي. هل أنت جاي هنا زبون صح، أو عندك محل؟ عندي محل هنا. كيف تشوف تقبل المجتمع بالنسبة لوجود السعودي في المحل؟ ممتاز والله، التقبل ممتاز، ويبغون يا طويل العمر صبر شوية الشباب، ومستعدين يوفرون البضاعة اللي تمشي ويمسكون السوق مضبوط إن شاء الله. كيف مدخول هذا الجانب يعني التجاري الهام اللي يعتبر مهم جدا للاتصالات؟ أكيد والله السوق طيب، ويبغى يا طويل العمر تعلم أكثر وصبر أكثر، ويصير كل خير طيب، كل شيء زين إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله.
نشوف بعد احد المحلات، وما شاء الله شبابنا مجتهدين صراحه في هالمجال ولهم وجود حتى من قبل، والكثير منهم ابدع في مجال الاتصالات وغيرها من التكنولوجيا. يعطيك العافيه، صباح الخير. صباح النور. تعرفنا باسمك. علي المهري. كيف تشوف دخولك في هذا المجال؟ هل يعني انت كيف اخترت هذا المجال تحديد؟ والله اخترت يعني اشتغلت اول فيه بدايه، والحمد لله بعدين فتحت لي محل هنا وبديت اتعلم يعني شوي شويه، الحمد لله لا بأس. شو كيف او تقول لي اسعارك هنا مناسبه والله رخيصه والله غاليه؟ والله حسب حسب في عندك على 20 15 حول كذا يعني. يعني الاسعار مناسبه معتدله يعني؟ يعني لا بأس، ها حسب الزبون يعني، يجيك الزبون يعني. وانت وشطارتك اكيد انت شطارتك يعني بالزبون، كيف تشوف تتعامل معه، مش تتعامل مع الزبون تتكلم معه يعني لا بأس. شغله بدا يعني نشتغل فيه. بالتوفيق ان شاء الله، يعطيك العافيه. امين يا رب. وما شاء الله يعني خلينا بنشوف هذا احد الاباء. السلام عليكم. صباح الخير، كيف حالك؟ تعرفنا باسمك. فاجئناك صح؟ ضروري يعني. لا اي فاجئناك، احنا على الهواء موجودين في صباح السعوديه. تقول لي وش رايك انت تشوف الشباب السعودي الان موجودين ويشتغلوا في مجال الاتصالات؟ هذا المفروض يكون من زمان مش من الان، ومع العلم ان في مجال لهم للشباب السعودي من قبل، ما حد منهم لا يشتغلون، ولكن ما دام الدوله الحين حطت النظام هذا لازم يشجعون يشتغلون لصالحهم. انت بالنسبه لك تشجع شبابنا على الدخول في هذا المجال؟ اكيد اكيد 100%، احسن ما يكون نايمين في الشوارع او قاعدين صايدين، يشتغلون شغل زين يعني. يعطيك العافيه ان شاء الله. احنا نشجع ونتمنى كل واحد سعودي يشتغل بالمكان ذا. ما هذه البداية نتمنى ما نشوف أجنبي، نتمنى ما من السعودية بلاد للجميع، لكن الوطنية أهم شيء. توفيق، شكرا لك. حياك عمي، حياك. شكرا. هذه انطباع أيضا أب موجود وجاي يشتري من عند شبابنا ومن عند أبنائنا، وهذا شيء جميل كما تلاحظوا. يعني احنا خلينا بنقفل عند أحد الشباب بعد، يعني ألاحظ الفئة العمرية اللي قاعدة تشتغل في هالمجال صغيرة. السلام عليكم. طيب تعرفني باسمك. عبد الرحمن الصياري. قبل لا اقول عبد الرحمن، كم عمرك؟ عمري 21 سنه. ما شاء الله، يعني شوفوا عمر 21 سنه يشتغل في هالمجال وهذا شيء طيب. كيف دخولك الى هالمجال هذا؟ والله دخلنا اول شيء يعني حبه حبه بالقلوب، الحمد لله تيسرت الامور. يعني كم صار لك تقريبا؟ يعني يمكن هذا الشهر الاربع اشهر. طيب كيف تشوف البدايه؟ هل كانت مشجعه جميله البدايه بالنسبه لك؟ والله انصح الشباب السعودي اللي عاطل يدخل المجال هذا، والحكومه ما تقصر معهم، قدم لهم جميع التسهيلات كل شيء، ما يقصروا معهم. السلام، يعطيك العافيه، بالتوفيق. حياك الله. اذا هذا يعني باختصار كما لاحظتوا بانه اخذنا كثير من الانطباعات الموجوده، واعتقد بانه هناك بس في شغلة حبيت أقولها، أنه يعني في تسهيلات كثيرة تقدم للشباب في هذا المجال. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم برامج تدريبية وتأهيلية، صندوق تنمية الموارد البشرية لديه برامج مختلفة، البنك السعودي للتسليف والادخار يقدم تمويل يصل إلى 200,000. هذه التسهيلات بالتأكيد أعتقد تدفع الشباب إلى الدخول في هذا المجال، والتحدي مطلوب، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك الأجمل والأجمل. أعود إلى محمد وهنا في صباح السعودية الرياض.